السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم خطوط في برنامج اول بلين. هروح لفينيش وبعد كده اكتب اكسس وبعد كده اختار يا اما لاين يا اما بولي لاين. اللاين لما تيجي ترسم لاين اهو لو دوست سكيب وجيت اتعلمت على سيلكت على اي خط هتلاقي الخط ده بيتعمل له سيلكت هو بس، ولما تيجي تعمل له اي موف او كوبي بيتعمل ليه هو بس. طيب لو انا جيت هنا وقلت له لا ده انا عايز البولي لاين، تمام هتبدأ ترسم هتلاقي نفسك كأنك بترسم زي اللاين بالظبط، بس لما تدوس اسكيب وتدوس تعمل سيلكت هتلاقيهم كلهم مع بعض بالشكل دوت، وتقدر من هنا تغير الأرقام. يعني مثلا خلي دي 50 مثلا، هتلاقيها بتتغير معاك الزاوية برضو لو انت عايز تغيرها بتتغير معاك، وهكذا تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. ممكن تيجي بعد كده تقول له انا عايز فيلد لاين، وتقدر تشوف اللون اللي انت عايزه الكالر اللي انت عايزه تكوين اللون زي ما انت عايز اهوت، تمام تقول له اوكي وتبدأ بقى ترسم رسم حر زي ما انت شايف. كل ما تحرك الماوس بيبدأ يرسم لك بشكل دوت. طبعا عندك ال اس بي لاين ترسم أول نقطة وتاني نقطة بتبقى عبارة عن زي إن في زاوية معاك اهيت، دي بتلاقيها كتير أوي في برامج الفيكتور زي الإليستريتور. ممكن تقول له فري هاند لاين وتبدأ ترسم بشكل حر زي ما أنت شايف. ممكن بعد كده تقول له أنا عايز مثلا ريكتانجل فيبدأ يرسم لك خطوط ريكتانجل. طبعا الأصل إن أول بلان ده برنامج برامج البيم، فلذلك التركيز كله على الحوائط والابواب والشبابيك الحاجات اللي بتاعت المبنى، بس هذا لا يمنع ان في بعض الحاجات بتبقى 2D بتبدا تعملها، تمام يعني مثلا في هاتش معين في حاجات معينه تسقط معينه بنعملها بالشكل ده.